بلاد الرافدين مكان النشأة الأولى للصناعة المصرفية، وأملاً منا بإعادة العراق لواقعه التاريخي في الصيرفة والتجارة، جاءت فكرة إنشاء أول مصرف إسلامي خاص في العراق الذي كان الرابع على مستوى البلاد العربية. ولأننا أردنا أن نبدأ طريقنا هنا، كانت خطواتنا متحدية لكثير من العوائق التي واجهتنا، لنستمر في العمل والنماء ودعم مختلف القطاعات في البلد. نواصل العمل بكادر من الموظفين المتميزين وأصحاب الخبرة الراغبين في تقديم كل ما لديهم خدمة للمواطن العراقي وحاجاته الاقتصادية. عقدان ونصف من الزمان ونحن نسير في طريقنا، نقدم الخدمات المالية والاستشارات وتمويل المشاريع. يحدون أمل بتقديم شيء للعراق، نرمم ماضيه ونصنع حاضره، ونبهر الأجيال القادمة بمستقبله. ولأننا نعرف قيمة الإنسان ونثمن وجوده، حرصنا دائماً تقديراً لتوجيهات البنك المركزي على المساهمة بدعم مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة، وكان المصرف بمشاركته رائداً في إنجاح هذه المبادرة تلبية للحاجة الاجتماعية للمواطنين، لتعود لهم ثقتهم ببلدهم ونكون معهم من صانعي القادم من أيامه. نمد اليد تحركنا رغبة الازدهار والتقدم، ففي المصرف العراقي الإسلامي ننمو معاً.